السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم التربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذا الفرض الأول، الدورة الأولى، النموذج رقم 2 دائما في مادة النشاط العلمي وبالنسبة للمستوى الخامس. إذا عندي هنايا ثلاثة ديال الأنشطة، نشاطين باللغة العربية ونشاط ثالث وهو باللغة الفرنسية. لنبدأ بالنشاط الأول، انتبهوا معي. النشاط الأول، أملأ الفراغ بما يناسب. إذا هاد الفراغات هادو نملؤهم بما يناسب. إذا شحال عندي ديال الفراغات؟ عندي 6 ديال الفراغات، 1 2 3 4 5 6، وعندي 6 ديال الكلمات غادي نكمل بهم. إذا القلب عبارة عن، تدفع الدم إلى جميع أعضاء الجسم. إذا القلب هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن مضخة، قريناها في الدرس. إذا هو عبارة عن مضخة، نعم، هو عبارة عن مضخة تدفع الدم إلى ماذا؟ إلى جميع أعضاء الجسم. إذا حيد مضخة، إذا مضخة تدفع الدم إلى جميع أعضاء الجسم عبر العروق الدموية. تنقل ماذا؟ إذا نمشي ونحيد العروق الدموية، إذن عبر العروق الدموية تنقل مواد القيت والأكسجين. شكون اللي كينقل مواد القيت والأكسجين؟ واش الدم، الشعيرات الدموية، ولا الشرايين، ولا النفايات؟ طبيعة الحال الشرايين. إذن تنقل الشرايين مواد القيت والأكسجين، وتحمل الأوردة، والأوردة تحمل نفايات. إذن الشرايين تنقل مواد القيت والأكسجين، بينما الأوردة تحمل النفايات كثنائي أكسيد الكربون للتخلص منها. هذه النفايات يتخلص منها عن طريق الأوردة، نعم، ويتم على مستوى، نحيد الشرايين وكذلك النفايات، كيبقى لنا الدم والشعيرات الدموية. إذن ويتم على مستوى ماذا؟ واش الشعيرات الدموية ولا الدم؟ على مستوى التبادل بين الأعضاء. وإذن طبيعة الحال يتم على مستوى الشعيرات الدموية، إذن يتم على مستوى الشعيرات الدموية التبادل بين الأعضاء والدم. طبيعة الحال بين الأعضاء والدم، إذن التبادلات تتم ما بين الأعضاء والدم. إذن نقرأ الفقرة. القلب عبارة عن مضخة تدفع الدم إلى جميع أعضاء الجسم عبر العروق الدموية، وتنقل الشرايين مواد القيت والأكسجين، وتحمل الأوردة نفايات كثنائي أكسيد الكربون للتخلص منها، ويتم على مستوى الشعيرات الدموية التبادل بين الأعضاء والدم. إذن هذه الفقرة كانت كتعلق بالدرس ديال الجهاز الدوراني، أعضاؤه وكذلك ووظائف هذه الأعضاء لدى الإنسان. نعم، دوزو لا دوزيام كيستيون كي اون فرونسي، اكري فغي او فو دوفون شاك فراس. إذن غنكتبو هنايا فغي، صحيح إذا كانت العبارة صحيحة، وغنكتبو فو إذا كانت العبارة خاطئة. إذن لا فين كوندوي لو سون دي زورغان فيغ لو كور. إذن الأوردة تنقل الدم من الأعضاء إلى القلب، واش صحيح ولا خطأ؟ إذن الدور ديال الأوردة وهو نقل الدم من ماذا؟ من الأعضاء نحو القلب، نعم صحيح. إذن فغي بيان، إذن la veine conduit le sang des organes vers le cœur، vrai. L'oxygène de l'air passe dans le sang à travers les vaisseaux sanguins. واش هنايا بصح الأكسجين ديال الهواء، الأكسجين ديال الهواء كيدوز أو بيان باس دون لو سون، كيدوز للدم أ ترافيغ، عن طريق الشعيرات الدموية. إذا ماشي عن طريق الشعيرات الدموية بل عن طريق لي زالفيول بولمونيغ، داكوغ؟ دونك هادي عبارة خاطئة. بيان، العبارة الثالثة، لي غان سون دي فغي فيلتر، الكلي هما مصفات حقيقية. نعم، إذا الكلية هي مصفات حقيقية، وغنديرو فغي. لو بوزوان اون انرجي دو كور، يعني الحاجة الطاقية للجسم، ديمينو افيك سون اكتيفيتي، يعني كتنقص الحاجة ديال الطاقة منين كيزيد النشاط. واش فغي هادي فو؟ علاش؟ لأنها العكس. لو بوزوان اون انرجي دو كور
اوغمونت افيك سون اكتيفيتي، يعني كل ما كان لاكتيفيتي كبير، يعني النشاط اللي هو كبير، كل ما زادت زاد الاحتياج ديال الطاقه. صافي، دونك لافين كوندوي لو سون دي زورغان فيغ لو كور فري، l'oxygène de l'air passe dans le sang à travers les vaisseaux sanguins, faux, les reins sont des vrais filtres, vrai, et le besoin en énergie du corps diminue avec son activité, c'est faux. نمر الآن إلى النشاط الثالث والأخير في هذا الفرد، وهو نشاط سهل جدا. أتمم الرسم التالي بكتابة أرقام الكلمات التالية. إذا عندي بعض الكلمات وعندي واحد الرسم هو هذا. السؤال الأول هو أنني غادي نكمل هذا الرسم بكتابة الأرقام. إذا عندي واحد كلية، ثانيا شريان أو شريان، ثالثا وريد، وهنايا رابعا وريد عاودتها، دونك هنايا وريد كاينة غير واحد المرة، خامسا إحليل، وسادسا مثانة، سابعا حالب. نورمالمون هنا خاصها تكون أربعة، وهنا خمسة، وهنا ستة. نعم، إذا سنبدأ. أولا سنبدأ بالكلية، رقم واحد هي، إذا نديرو هنايا كلية. نعم، رقم اثنان هو الشريان، أين يوجد الشريان؟ هو اللي باللون الأحمر، إذن اثنان كتم التبادلات. ثم ثالثا عندنا وريد، وريد وهو باللون الأزرق. ثم رابعا، رابعا عندي الذي ينقل البول إلى المثانة وهو الحالب، أربعة. ثم خامسا، خامسا لدينا المتانة وهي هذه، متانة البولية، المتانة البولية. ثم سادسا وأخيرا عندي الحالب. باردون، هنا عندي الحالب، هنا عفوا الإحليل وليس الحالب، هنا الإحليل. إذا رقم خمسة، رقم أربعة، فينا أربعة هو لا، إذا هنا ستة، هنا ستة. الحليب هو رقم ستة، بينما الإحليل رقم أربعة. صافي، إحليل هو رقم أربعة. إذا هنا رقم واحد كلية، رقم اثنان شريان، رقم ثلاثة وريد، رقم أربعة الإحليل، رقم خمسة المتانة، ورقم ستة هو الحليب. نعم، سؤال الموالي اعطي عنوانا مناسبا للرسم. إذا غنحاولو نعطي واحد العنوان اللي هو مناسب لهذا الرسم هذا. إذا هذا الرسم هذا شنو كيبين ليا؟ إذا هو رسم تخطيطي لماذا؟ للجهاز البولي. إذا نديرو رسم تخطيطي للجهاز البولي. اذا وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص الفرد رقم واحد، الدوره الاولى، النموذج رقم اثنان، ماده النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي، الموسم الدراسي 2022-2023. كنتمنى انكم تزيدوا دعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. درنا مجموعه من الفروض ومجموعه من الدروس. مجموعه من الفروض غادي تلقاوهم في لي ليان ديسكريبسيون، في الديسكريبسيون غتلقاو بزاف ديال لي ليان، دخلوا ليهم وغادي تستافدوا انا متاكد. عندنا في اللغه الفرنسيه كذلك، النشاط العلمي كذلك، الرياضيات واللغه العربيه الى غير ذلك من المواد. زيدوا دعموا القناه بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، بارطاجيو الفيديو والفيديوهات ديال القناه مع الاصدقاء والصديقات ديالكم. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.